الأدوات اللي بتساعدنا وبتسهل علينا إتقان اللغة بأسرع وقت وأنفع جهد هتعرفنا عليها الآنسة نيل بيرليك، مدرسة لغة تركية في مركز مارس للتدريب اللغوي، وطالبتها الآنسة حميدة محمد حامشلي اللي حتشارك الترجمة. أهلا بكم. السلام عليكم، أهلا بكم ومرحبا بالأمل الجديد الذي تفتح عند قدومكم. أنا الطالبة حميدة حامشلي، طالبة في جامعة أولوداغ قسم التوجيه والإرشاد النفسي. نعم، بفضل من الله أتقنت اللغة التركية، ولكن بفضل من الله ثم مدرسي ومدرسات مركز مارس مررت بالمشاكل التي أنتم مررتم بها أو بعض منكم مقبل عليها. إن شاء الله سنتحدث عن هذا الموضوع بعد أن أقدم لكم معلمة من معلماتي التي كانوا معي من مسيرتي في اللغة التركية، والتي لطالما تمنيت أن ألتقي بها، ولكن بسبب البعد نصيبنا أن نلتقي اليوم. تفضلي معلمة نيل. نحن درسنا بطريقة أونلاين، لهذا السبب ما التقينا حتى الآن. أهلا وسهلا بالجميع، أنا نيل، مدرسة اللغة التركية لغير الناطقين بها في مركز مارس، وأنا تعلمت اللغة العربية في تركيا بجامعة أوروبا إسلام. أهلا بكم. أهلا وسهلا معلمة نيل. بما أن المعلمة نيل مدرسة لغة تركية لمدة 4 سنوات ومتقنة أيضاً للغة العربية، فأظن أنها سيكون لديها أجوبة شافية للأسئلة التي تراودنا، فإن شاء الله رح بلش بالأسئلة. معلمة نيل، هجم بإنسان كان دي ülke sinde başka bir dil öğrenmek aklına gelmez normalde. Yani siz Türkiye'de yaşıyorsunuz. Neden Arapça öğrenmek istediniz ki? بدي أحكي عربي. أنا أول شيء اللغة العربية لغة القرآن، وأنا كنت أريد أن أفهم القرآن مباشرة. طبعا نحتاج الترجمة والتفسير، ولكن على الأقل حبيت أن أفهم. وثانيا أنا منذ طفولتي أحب العربي كثيرا وأحب أن أتعلم لغات جديدة، وبدأت من العربي. Ailenizde Arapça bilen var mıydı acaba? La, الآن يتعلمون في عائلتي اللغة العربية، ولكن كانوا لا يعلمون أحدا. هذا الحب لا أعلم من أين يجي، وأنا كان عمري حتى 9 أو 8، وأختي كان أين ما بعرف كان عمره 5، وهي كنا نشاهد الأخبار، كان أطفال العرب يتحدثون العربي بطلاقة، وقالت لي اخجلي من حالك، الأطفال يتحدثون عربي وأنت لا. يعني حتى هي كانت تعلم أني بحب العربي كثيرا. Gerçekten çok komik. Şey komik dediğimde aklıma geldi. Arapça ile ilgili komik bir anınız var mı acaba? شيء أكيد مين يعني عند الجميع في موقع محرج عن اللغة، وأكيد كان لدي. وأنا أول شيء تعلمت فصحى في الجامعة، عندما تخرجت حاولت أن أتحدث مع العرب بالفصحى، ولكن وجدتهم يتحدثون اللهجات، وأنا بدأت أن أتعلم اللهجات، وتعلمت شيء من لهجة سورية. أي شلونك؟ وأنا عندما سمعت فكرت ما لونك، يعني لازم أجاوب به بالألوان. يوم كنت أقول أنا اليوم سوداء، أنا اليوم بيضاء. بعدين تعلمت إنه لازم أقول أنا بخير. Gerçekten ilginç. Yani نحن بصراحة عم نتعلم اللغة التركية ولكن في تركيا، بينما المعلمة نيل كانت عندما تتعلم اللغة العربية كان لا يوجد الكثير من العرب في تركيا، فكيف استطاعت تجاوز هذه المرحلة لنسمع منها؟ هجم biz Türkiye'de Türkçe öğreniyoruz. Yani sizin zamanınızda Türkiye'de çok Arap yoktu. Nasıl öğrendiniz? Zor olmadı mı sizin için? أكيد تعليم لغة جديدة شيء صعب، وأنا في الجامعة درست نحو صرف وإعراب، وكان كله جيد، كان جيد لدي، ولكن كان ما في دروس المحادثة. أنا تقريبا بعد سنة ثالثة أو رابعة بدأت أتحدث العربي. رائع جدا. peki ne oldu da birden Arapça konuşmaya başladınız? Şu صار
كما قلتي أنت كان ما في عربي زماني في تركيا، وأنا كنت بالجامعة أسمع العربي وأخرج من الجامعة أسمع تركي، يعني كان في تخلط كثير ببالي. ويوم من الأيام كنت أرجع من الجامعة للبيت بالمترو ولقيت طالبات العربيات، وأول مرة شفته في تركيا وحبيت أتحدث معهم، ولكن كنت لا أعلم حتى يعني على الأقل. وجمعت شجاعتي وقبل ما أنزل طلبت الهاتف وكتبت رقمي ونزلت، وبعد أسبوع تقريبا كتبوا لي، وخلال أسبوع كنا مع بعض التقينا وتحدثنا شوي شوي. وبعدين أنا بدأت أرى أحلام تركي عربي وأتحدث مع عائلتي بالغلط بالعربي، يعني كان معجزة. بس المعجزة يلقينت كاتك تان بين، بما أن المعلمة نيل أيضا أنها متقن يعني درست اللغة التركية أصلا لأربع سنوات ولغتها الأم هي اللغة التركية وحاملة للغة العربية، فسأسألها كم سؤال عن ما أهم الأشياء التي تميز اللغة التركية. هجم أنا ديلينيز تركتي أولان، yani ana dilini Türkçe olan, Arapça bilen ve aradaki farklılıkları görüp karşılaştırabilen birisi olarak Türkçe nasıl bir dil sizce? Öncelikle Türkçe konuşacağım artık. Şimdi Türkçe sondan eklemeli bir dil. Arapça da eklemeli bir dil ama Arapçadaki ekler kelimeyi parçalıyorlar. Aynı şekilde yani bu yüzden Türkçe ile Arapça arasında bayağı bir farklılıklar var. Ekler çok önemli. Türkçe'de ekler çok önemli. نعم، اللغة التركية هي لغة تضاف لواحقها من النهاية. يعني اللغة العربية كمان لها لواحق ولكن لا تضاف من نهاية الجملة، أما باللغة التركية تضاف بنهاية الجملة. مثال مثل عربات القطار بيجوا وراء بعض، فالجملة التركية اللواحق أيضا تبعتها وراء بعض بيجوا مثل عربات القطار. يعني أنا بدي أعطيكم مثال كي تفهموا أحسن. مثلا في كلمة الذين في كليتنا، الكلمة كلية فاكولتا لن تتغير أبدا، انتبهوا إلى هنا. فاكولتا، فاكولتا ميز أضفنا ميز وصار كليتنا. فاكولتا ميز ده في كليتنا، فاكولتا ميز ده كي الذي في كليتنا، وأخيرا فاكولتا ميز ده كي لار الذين في كليتنا. يعني ما تغير الجزر، بقي كما حاله. تمام، نصيحة أخرى. شو؟ شو سألتي؟ نصيحة ثانية ولا ميزة ثانية، هاي لغة تركية. يعني Türkçe'de ünlü uyumu diye bir şey var. Öğrencilerimiz çok duyacaklar bunu. Sürekli böyle ekler, kalın sesli harfler, ince sesli harflere göre farklı en az 2 en fazla 4 şekilde gelecekler. Buna şimdiden alışmaya başlasınlar. تمام. في اللغة العربية في شيء اسمه انسجام لحن الأحرف الصوتية، هذا شيء مهم جدا جدا باللغة التركية، رح نسمعه كثير الأحرف الصوتية. فمثال الأحرف الصوتية الثقيلة تلحقها أحرف صوتية ثقيلة، والخفيفة أيضا نفس الشيء. فمثلا بكل قاعدة لاحقة أقل شيء يوجد عندنا نوعان وأكثر شيء أربع أنواع. ولكن أنا أنصحكم أن لا تركزوا على هذا الأمر لأنه متعلق باللحن، أيه أخف على اللسان اختاروا هذا. يعني لا تفكروا أي قاعدة الآن أي لاحقة ستأتي، هذا صعب جدا. وميزات التركية كنا نتحدث، وأيضا ها في لغة التركية تركيب خاص. مثلا في لغة التركية الأفعال في نهاية الجملة، ولكن في اللغة العربية الأفعال في بداية الجملة. وأيضا عين الشكل ده gördüğünüz gibi كما رأيتم، يعني أنا دون أفكر أتحدث العربي دون ما أحس يعني دخل بحياتي العربية. Türkçe'de fiiller kelimenin sonunda geliyorlar. Arapça'da kelime fiiller cümlenin başında geliyorlar. Aynı şekilde Türkçe'de tafsilatlar, detaylar cümlenin başında geliyorlar ama Arapça'da daha sonra geliyorlar. Bu yüzden bir Türk konuşmacıyı sonuna kadar dinlememiz gerekir ki o ne söylüyor anlayabilelim. أنا أولى. اللغة التركية لها ترتيب جملة خاص، فمثلا باللغة العربية نحن عندنا الفعل يأتي بأول الكلمة، ولكن باللغة التركية يأتي بآخر الكلمة، وأيضا بعد التفاصيل الأخرى في اللغة العربية تأتي بآخر الكلمة ولكن في اللغة التركية تأتي بأول الكلمة. لهيك إذا كنا نحن عم نشاهد شخص متحدث تركي ما فينا نفهم ما يعنيه حتى ينتهي من الجملة أصلا. بيكي هجام، معلمة نيل،
تحدثتي من قليل أنك واجهتي صعوبات كثيرة بالتحدث باللغة العربية خاصة وأن لغة جديدة دخلت على حياتك، فممكن تشرحي لنا كيف تقومين بتدريس في مركز مارس؟ أي كما قلتي كان في جامعتي ما في دروس المحادثة، ونحن نركز بهذا الأمر في مركز مارس. نحن نركز للمحادثة، لأجلنا الأهم شيء المحادثة، والطلاب قبل الحصة يتجهزون بالفيديوهات اللي نحن جهزنا لهم، الفيديوهات الخاصة، ويأتون إلى الدرس ونحن نجعلهم أن يستعملوا القواعد خلال الحصة، ونحن نعطيهم الأمثلة من حياتهم، يعني أين ممكن يستعملوا هاي القواعد. نعم، أنا أيضا مررت بهذه التجربة. مركز مارس عندهم سيستم خاص بالتدريس، مثلا ما بيعطونا القاعدة بالدرس مشان ما يضيع الوقت، فنحن بناخده قبل الدرس ومنجهزه، فهيك فعليا بندخل على الدرس جاهزين 50%، وبالدرس بيكون كله نقاشات وأكيد باللغة التركية، فهذا الشيء بيأثر كتير على محادثة أي طالب بيريد يتحدث باللغة التركية. المعلمة نيل درست 4 سنوات لغة تركية ومر عليها 600 طالب على الأقل، فأمل أن يكون عندها بعض النصائح الذهبية الفعالة من تجربتها، فخلينا نسألها. هجم شندي سيز دورت يلدر شي تركتا أورتيوسنوز إن أز ألتوز أورانديز بار، يعني تهمين يديورم أبت أو مشتر بو سريتشتا إدين دينيز تجربية جورة ديل أوران مكتا إن فايدل أوردونوز يون تاملار نلار دير بزيم لبايلة شابلير مسنس. أكيد في نصائح كثير في هذا المجال، أما إلو ناملارنا بايلاش مكستورم ما أراه الأهم. Öğrencilerin genellikle yaptığı en büyük hata kelime ezberlemek. Bu yüzden kelime ezberlemesinler, bunun yerine kalıp ezberlesinler. Ezberlemek istedikleri kelimeleri, fiilleri bu kalıplarda kullansınlar. Böylece hem günlük hayata daha uygun olacak, daha unutmak daha zor olacak onlar için. نعم، هذه النصيحة فادتني كتير أنا. لا تحفظوا كلمة فقط، الكلمات مع الوقت بتندسى فعلياً. قوموا بحفظ الكلمة كقالب في حياتنا اليومية. نحن في كتير كلمات لازم أو جمل نحن لازم نحفظها كقالب لنستخدمها بيوم أيام يعني حياتنا اليومية، فاحفظوا الكلمة أصلاً في قالب، هيك بنستفاد إنه نحفظ أكثر من جملة ومنغير نحن بالإيكلر، فبيصير عنا جمل جديدة أصلاً. تمام. tekrar yani yine öğrencilerin çok yaptıkları bir hata böyle. Cümleyi önce Arap, akıllarında Arapça düşünüyorlar, sonra onu Türkçe'ye tercüme ediyorlar. Bu çok yanlış bir hata. Çünkü siz tercüman değilsiniz, siz konuşmacısınız. Türkçe'yi Türkçe olarak düşünün ve Türkçe mantığıyla konuşun. نعم، أنت كمتحدث باللغة التركية إذا بدك تتحدث باللغة التركية لا تحط الجملة العربية بالعقل وترجموها، هذا الشيء خاطئ. بالحديث حيكون في يعني أخطاء ركيكة جدا، لهيك أنتوا بتكون تتحدثوا باللغة التركية صيغوها كجملة تركية وأحكوها، ولا تتموا يعني يتم ترجمة، فالترجمة خاطئة بتكون فعليا. Sürekli tekrar yapsınlar. Evet, tekrar çok sıkıcı ama çok faydalı. Hatta bir hocam vardı Yavuz Kama'dan, onun bir sözü vardı, her zaman bize söylerdi. Tekraru ahsan velau kane 180. نعم، الإعادة مفيدة جدا ولكن مملة، ولكن عن جد بالمستقبل نرى لها فوائد كثيرة. كان يوجد عند المعلمة نيل معلم اسمه يافوز كمضان، معلم نحو في الجامعة، كان يردد جملة التكرار أحسن ولو كان يستكسن، يستكسن يعني 180 مرة. فنعم، الإفادة مملة ولكن مفيدة. Son olarak söylemek istediğim şey, hiçbirimizin ana dili mükemmel değil. Yeni dilimizde mutlaka mükemmel olmayacak. Hata yapabilirsiniz, bu çok normal bir şey. O yüzden hata yapmaktan korkmayın, rahat bir şekilde konuşun. نعم، لغتنا الأم ليست مثالية حتى تكون اللغة الجديدة اللي عم نتعلمها مثالية. نحن لا نبحث عن المثالية، نبحث عن التعلم والإتقان باللغة أصلا، فما في مشكلة إن أخطأنا وقعنا في مواقف محرجة، فنحن فعليا عم نتعلم لغة جديدة علينا، فهذا الشيء طبيعي جدا. فإن شاء الله لا مشكلة إن أخطأنا، وتذكروا دائما أنه من سار على الدرب وصل. شكرا لكم. إذن شكرا لضيفتنا الآنسة نيل والآنسة أيضا حميدة على الإضافة والإرشادات اللي عرفتنا أكثر كيف ممكن يكون خط البداية.